هنعمل نوع من انواع الفراخ المغربي، ودي فراخ مشهور بيها المغرب جدا. فانا عندي هنا كزبره مفرومه، وعندي بقدونس مفروم، فعندي هنا البصل، فهنحط الليمون المخلل، ثوم مدقوق، عندي كمان شويه عصير ليمون، وعندي زيتون، ممكن زيتون اخضر ممكن زيتون اسود زي ما تحبي. البهارات بتاعتي طبعا الكركم، وهنضيف كمان الجنزبيل، عندي سنه كمون، وعندي فلفل اسود، عندي شوية ملح، كمان شوية شطة، وعندي بابريكا، وآخر حاجة هضيفها هي الزعفران. هضيف بقى شوية زيت زيتون للحشوة دي عشان يبقى عملت عنصر الربط. ونبتدي نحضر الحشوة بتاعتنا، وهبتدي بقى أحشي الفراخ بالشكل ده. ونبتدي نخيط الفراخ بتاعتنا، كوباية مية تقريبا مش كتير، وهحطها تغلي على النار. هاخد شوية الحشوة اللي فاضلين دول احطهم معاه. نبتدي نلفف الفرخة بالشكل ده عشان تدي المنظر الحلو. بحطها بالشكل ده، اشويها في الفرن عشان تحافظ على لونها الجميل، وكمان ما تبقاش تقيلة قوي. وادي الفراخ بتاعتنا النهاردة.